وتنكلمهم دائما يا ربي يفك الكرب ديالو. هو ادى الثمن عليه وادى الثمن على ناس اخرين، وتنتمنى انه يخرج منها سالم. لانه هذاك الولد انا شخصيا تنعرفو تيقول لي عمي اكبر حدانا، انا شخصيا ما شفت فيه غير الزين، ما نقدرش نطعن في الحكم ديال المحكمه، ولكن انا مسؤول على ما اقوله. ما شفتش من نهار عرفتو حتى اليوم ما شفتش منه غير اشياء جنة. يا ربي يفرج الكرب ديالو ويهون الواقعه على المزهر الكراكي وعلى بشار. شكرا شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.